اهلا بكم مشاهدينا الى برنامج الاخبار الليله الذي يمتد على مدار ساعتين، نناقش فيهما اهم اخبار اليوم والبدايه من العناوين. المنطقه الخضراء ساحه الرسائل السياسيه، الصدر يواصل اعتصام البرلمان والاطار الموالي لايران يختبر شارعه. الصدر يصدم احتيال الاطار بثلاث شروط بثلاثه شروط انسحاب ورفض لسبايكرمان وضامن. اوكشتاين يكرر تفاؤله اتفاق الترسيم مؤجل وعوده الحديث عن قانا والخط المتعرج. ايران تلعب على حبلي الملف النووي. تلوح بقنبله نوويه وتبدي مرونه للتفاوض في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق دخلت الأزمة السياسية منعرجا جديدا اليوم مع تظاهر مئات من مناصري الإدارة التنسيقية الموالية لإيران على بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد فيما يواصل مناصرو الصدر اعتصامهم في البرلمان لليوم الثالث وسط عزيزات أمنية وعسكرية وأخلاء بعض الوزارات داخل الخضراء من الملفات الهامة وتأمين محيط البرلمان ومقر مجلس الوزراء في بغداد كما دعا الصدر إلى تظاهرات عند الخامسة عصرا أيضا في كل محافظات العراق وهو نداء استجاب له المتظاهرون في محافظات البصرة وكربلاء وذيقار وميسان ليعود ويدعوهم إلى العودة إلى منازلهم والابقاء على اعتصام البرلمان وبالعودة إلى تظاهرات الإطار الموالي لإيران أعلن زعيم ميليشيا العصائب انتهاءها بعد أن شهدت بعض المناوشات مع القوى الأمنية أما وزير الصدر فقد دعا المتظاهرين إلى الانضمام إلى متظاهري البرلمان I <laughs> do اجراءات امنيه مشدده هنا في محيط المنطقه الخضراء على وقع تظاهرات الاطار التنسيقي هنا وضعت الجدران الخرسانيه لحمايه المنطقه الخضراء ومداخلها باستثناء بعض المداخل لكن هذه الاجراءات تضاعفت عند اعلان الاطار التنسيقي عن تنظيم تظاهرته لهذا اليوم هنا يجري تفتيش كل ما يدخل الى مبنى البرلمان وهذه الاجراءات اتخذتها اللجان التفتيشيه التابعه للمتظاهرين تحسبا لاي عمليات خرق قد تحدث داخل مبنى البرلمان. الباحه الخارجيه للبرلمان تحولت الى مكان مليء بخيام المعتصمين من انصار التيار الصدري. اما بالنسبه لباحه البرلمان فهناك اماكن اخرى شغلتها مطاعم في الهواء الطلق تقدم الماء البارد والاطعمه وسط درجه حراره لامست نصف درجه الغليان يختلف المشهد تماما هنا داخل البرلمان عن خارجه حيث يتجمع هنا العدد الكبير من انصار التيار الصدري يرددون الاهازيج والشعارات المؤيده لزعيمهم ونهجه السياسي في هذا الجزء من البرلمان العراقي يستلقي انصار التيار الصدري المعتصمون لاخذ قسط من الراحه بعد ثلاثه ايام من تنفيذ اعتصامهم المفتوح من بغداد منتظر رشيد الحدث الشعب هو مصدر القرار وهذا قولنا وهذا موقفنا أسس نوري المالكي الإطار التنسيقي الشيعي في مارس عام 2021. يوحد كلمة الأحزاب الشيعية بعد تصدع البيت الشيعي واستشعار المالكي بضعف وتشتت في القرار الشيعي، لكن سرعان ما أعلن التيار الصدري أنه ليس من ضمن قوى الإطار التنسيقي الذي ضم كل القوى الموالية لإيران وخاصة من تاتمر بامر طهران كذلك اليوم خاطب مقتدى الصدر عبر تويتر هادي العامري زعيم تحالف الفتح ذكره بانه قوى الاطار اعتادوا علي نقد تعهداتهم بعد مطالبه هادي العامري الصدر بضروره التهدئه واجراء حوار اصلاحي مع كل القوى السياسيه درءا للفتنه بعد اعتصام التيار الصدري في البرلمان واعلانه عن مجموعه من الخطوات منها تغيير النظام السياسي في العراق، لكن كيف نقض الاطار التنسيقي تعهداته التي وقع عليها بوثيقه امام الصدر؟ في يوليو 2021 أعلن مقتدى الصدر انسحابه من خوض الانتخابات التشريعية المبكرة التي كانت مقررة في أكتوبر من نفس العام جاء ذلك خلال خطاب متلفز وأعلن أيضا عدم دعمه لأي حزب أو ائتلاف أو تحالف أما أسباب الانسحاب فأبرز هذه الأسباب جاءت احتجاجا على استمرار حوادث الحريق التي طالت المستشفيات في بغداد والمحافظات كذلك والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين الابرياء مثل حريق مستشفى الحسين في الناصريه وابن الخطيب في بغداد بسبب الفساد والاهمال مؤكدا انه مخطط دولي لاذلال الشعب فضلا عن مطالبته بتشكيل حكومه اغلبيه وطنيه اصلاحيه والتي عرضها الاطار التنسيقي بشده بعد الانتخابات وابلغ اتباعه أن هناك مجاميع لديها الاستعداد لاحراق العراق لمنع الصدريين من تشكيل الحكومة المقبلة في إشارة إلى منافسيه المدعومين من إيران. وسعى هادي العامري وقادة الإطار التنسيقي لإقناع الصدر العودة إلى الانتخابات بعد طرحهم وثيقة تتضمن عدة بنود تعهدوا بتطبيقها أمام الصدر ووقعوا عليها سميت وثيقة الإصلاح. وثيقه الاصلاح غيرت موقف الصدر وعاد الى خوض الانتخابات وقال خلال خطاب متلفز انه تسلم وثيقه للاصلاح وقعها قاده عراقيون يثق بهم لانهم كانوا ممن دعوا الى الاصلاح وقد شكلت املا له في امكانيه تخليص العراق من الفساد والفاسدين وعشاق التبعيه وتضمنت الوثيقة خارطة طريق لإصلاح الأوضاع العراقية عبر 16 فقرة من شأن تنفيذها العبور بالعراق إلى مرحلة متقدمة من إنهاء الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وقد وقع على الوثيقة كل من مسعود برزاني ومحمد الحلبوسي وحيدر العبادي وعمار الحكيم ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري وما أن أعلن عن فوز التيار الصدري في الانتخابات حتى نقض قادة الإطار التنسيقي الوثيقة ونقضوا عهودهم وتعهداتهم لمقتدى الصدر جماعة مقتدى الصدر أو الصدريين على هالخطوة الجديدة اللي هي استشاء استثاث الفاسدين مو استثاث الباحثين كانت قبل هسه صارت استثاث الفاسدين اللي هم موجودين احنا ما عندنا مشكله ويا الحشد العراقي المقدس او الحشد العتبات او ما عندنا بس عندنا مشكله ويا حشد الولائي لايران هذا المشكله هاي اللي عندنا احنا اللي قاعد نقول بها صار فتره بها انه احنا ما نريد نخلق فد قوه مرادفه انه تكون ويا الجيش او ويا الفتشيه عليها من الجيش احنا نريدها تابعه رئيس الوزراء تابعه القوات قائد العام القوات المسلحه واي اشكال بهالموضوع احنا ما عندنا واحنا نشجع الحشد الشعبي انه العراقي بس عندنا مشاكل ويا الفصائل المسلحه الغير الولائيه الغير العراق اولا لا سامح الله قد يكون صدام اول شيء مسلح بعدين قد يتفاقم الوضع بس احنا ندعو العقلاء من الطرفين انه ضبط النفس وال يعني وال شلون نقدر نقول عليه والحكمه ضبط النفس والحكمة الأوراق اللي طرحها السيد الصدر أنه يتنحون عن الحكم ومحاسبة الفاسدين نزاهة القضاء وكذا وكذا برأيي آني أنه أشوفها أوكي يعني أمور منطقية أنه مطالب مشروعة وهاي مو مطالب الصدر وحده ولا يعني مطالب الصدرين وحدهم يعني ها مطالب الشعب كله البلد هذا بعد ما لكل شهر يعني طلعنا مظاهرات 2016 وطب الخضراء وطب البرلمان وما ادري شنو وانهزموا المسؤولين بعدين يوم يومين اطلعوا ومظاهرات تشرين اللي هي ايش طاولة طولت وايش قد راحت بيها الشباب وايش قد راحت بها شهداء نفس ما صار اي تغيير لمناقشة الملف العراقي ينضم إلينا من أربيل عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن بغداد الدكتور خالد عبد الإله عبد الستار عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية وكذلك ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الواندي مرحبا بكم جميعا أبدأ من عندك أستاذ عماد لأسأل ما هو السيناريو المتوقع خلال الايام القليله المقبله انتخابات مبكره او ثمه مبادره يقودها السيد مسعود برزاني من اجل حلحله الامور وتقريب وجهات النظر نعم، بداية تحية لك أستاذ حسين الغالي ولضيفيك الكريمين ولمشاهدين قناتكم الأكارم. أهلاً وسهلاً. يعني لا أتصور هناك حلول في الأفق سوى الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فأياً كانت المباحثات أو دعني أقول المبادرات وطاولة الحوار، ماذا سوف يجري في طاولة الحوار؟ هل سوف يعيدون الثلاثة وسبعين نايب للسيد الصدر وكيف للسيد الصدر أن يقبل بعدما قام بـ 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 بخطوة سابقة من نوعها لم تحصل في أي دولة بالعالم سحب قدم استقالة كتلة بالكامل واستخدم ثلث الشارع أو ثلث المكون بمقابل ثلث المعطل الذي قام به الاطار التنسيقي ثمانيه اشهر فهنا هنا يعني لا اتصور ان هناك حل سوى اجراء انتخابات مبكره وعدم الذهاب الى تبرير كابينات جديده ورئيس وزراء مقبول او غير مقبول كما طرح السيد عمار الحكيم قبل فتره انه يبقى تبقى هذه الحكومه تجرى عليه تعديلات بسيطة وتعطى صلاحيات لتمرير قانون موازنة وقانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة لتحديد يوم الانتخابات في بداية العام المقبل دون ذلك لا يوجد حلول لا توجد حلول في الأفق يعني الآن المسألة باتت أكبر من مطالب الصدريين الشارع الآن يؤيد ويتعاطف مع جماهير التيار الصدري والشارع تعيب يعني ليست حركة صدرية يا أستاذ عماد ما في الشارع الآن ليست حركة صدرية ليست تظاهرات صدرية هي تمثل العراقيين كل العراقيين تقريبا باستثناء الإطار طبعا جمهور الإطار yeah. يعني لا أقول لك ليست حركة صدرية هم أنصار وجماهير التيار الصدري أو سيد مقتدى الصدر وآل الصدر ولكن أيضا هناك تعاطف كبير من خارج الصدرين الشعب الناس الاعتياديين الذين سئموا من هذه العيش في من هذا العيش والحياه اللا كريمه في وجود ظل هذه الاحزاب الفاسده التي حكمت العراق منذ 2003 لحد هذا اليوم ما الذي قدموه لدوائرهم الانتخابيه لجمهورهم اتركوا الصدرين يعني هنا المساله باتت تختلف لذلك لا اتصور انه الفرصه او يعني اقول هذه المره آه، تعاد كما حصل في 2016 او 2011 و12 عندما خرجوا للمظاهرات وعادوا ولم يقدم شيء للشعب نفس الاحزاب ونفس المحاصصات ونفس الكعكه تقسمت والشعب آه آه لم يتغير وضعه آه في اي مجال في اي مجال لذلك اتصور انا اتصور لا حل في الافق سوى تهدئه الوضع نعم نعم الكل مع تهدئه الوضع وأن سأعود نعم اليك في مساله تهدئه الوضع يا استاذ عماد ولكن اريد ان اسال الاستاذ احمد باعتباره الناطق باسم ائتلاف النصر داخل الاطار ما الذي تفعلونه الان استاذ احمد اي حلول اي سيناريوهات من الممكن ان تمتصوا فيها ما يجري في الشارع الان نعم يعني في البدايه تحيه طيبه لجنابكم استاذ حسين ولكاك عماد ودكتور خالد ولمشاهدي قناتكم الكريمه. مرحبا بك. فقط للتوضيح للتوضيح جنابكم ذكرتم قبل قليل في تقريركم بان الاطار التنسيقي كشكل في في 2021 في الشهر الثالث في الحقيقه الاطار التنسيقي شكل في 2020 شهر 11 والتيار الصدري كان جزء من الاطار التنسيقي لكنه جمد عضويته بعد انسحاب التيار الصدري من الانتخابات. ولم يرجع مع عودته عندما وقعت هذه الوثيقه اللي جنابكم ذكرتوها، هذا من جانب، من جانب اخر نحن نتفق مع الطروحات التي تاتي في خضم ان تكون هناك انتخابات مبكره، يجب ان تكون هناك مرحله انتقاليه وقد طرحنا مبادره في هذا الصدد قبل شهر تقريبا، مبادره تحت عنوان تحالف قوى الدوله الوطنيه، وضعنا فيها اسس يجب ان تكون هذه الاسس هي المنطلق للحوار، واحده من هذه الاسس ان تكون اداره جماعيه لاننا نعلم بان انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي التنفيذي لا يعني انسحابه كليا من المشهد السياسي الاجتماعي، ولهذا قلنا بان اي حكومه تشكل في هذا الاطار تكون حكومه مهدده الشرعيه بانسحاب التيار الصدري وحتى قوى سياسيه اخرى مثل حركه حقوق، لهذا نحن اليوم ندعو الكتل السياسيه من جديد بان تكون هناك يعني طاوله حوار وتشكل لجنه عليا. ممثلة عن كافة القوى السياسية لمناقشة هذه المبادرة وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تحيت فيها المشكلات الحالية وترحل إلى حكومة دائمة وحكومة ذات دا شرعية كاملة تنتهي بتغيير القانون الانتخابي وعمل انتخابات مبكرة أخرى هذه في الحقيقة نحن دعونا إليها قبل شهر وما زالت محادثاتنا مستمرة مع كافة الكتل السياسية طيب. لتمشية هذه المبادرة اليوم أل الجو ساخن يا أستاذ أحمد الجو ساخن في العراق وحتى سامر لا يتحمل هذه الحراره. دعونا نذهب الى زميلي سامر الكبيسي تبقون معنا الضيوف الاعزاء ناخذ منه المشهد من داخل البرلمان وبعدها نعود فيما اذا كان هناك جديد. مرحبا بك سامر. مرحبا بك يا حسين، فعلا درجات الحراره هنا داخل قبه البرلمان وصلت الى مراحل حتى لا يوجد لدينا اوكسجين، نحن ناخذ مكان محدد حسين ربما في الطابق القريب من غرفه رئيس البرلمان، هو المكان الوحيد تقريبا الذي ممكن ان يعني ان تاخذ انفاسك او تلتقط، اما فيما يخص اسفل هذا المكان تحديدا في القاعه عند دخولك الى البرلمان والقاعه الدستوريه ليس بامكانك اي اصلا حتى ان تتنفس، وربما وجهي يعبر عن هذا الشيء. نعم حسين مرحبا بك سامر سامر الجديد اليوم في هذه الاعتصامات من داخل قبه البرلمان حسين الجديد اليوم كان هناك دعوات لانصار التيار الصدري وكذلك الى العشائر دعوه كان قد اطلقها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري للقبائل والعشائر العراقيه في مختلف المحافظات كما ايضا اطلق دعواته الى العديد من الطوائف وكذلك من مختلف القوميات للحضور الى هذا الاعتصام ليكون اعتصاما وطنيا وليس اعتصاما صدريا. الكثير هنا من أنصار التيار الصدري يتحدثون بأن هذا الاعتصام هو ليس لأنصار الصدر صحيح أن الكتلة البشرية أو أن أغلبية المتواجدين هنا هم من أنصار التيار الصدري ويرفعون صور السيد مقتدى الصدر زعيم هذا التيار لكن أيضا شاهدنا بأن من يحمل صورا تمثل ثورة تشرين مدني لكن ربما التقى ما يسعى اليه مقتدى الصدر مع ما يريده هو ان كان على مستوى افراد او حتى على مستوى جماعات صغيره يتحدث المتظاهرون هنا عن حل البرلمان وانتخابات مبكره جديده ربما هذه ابرز المطالبات التي يتحدث عنها المتظاهرون لليوم الثالث على التوالي ايضا حسين يمكنك الان ان تشاهد من خلفي اذا كان الزميل المصور ممكن ان ينقل الكاميرا قليلا تشاهد الاعداد التي بدات تتزايد شيئا فشيئا قبل ساعه من الان لم تكن هذه الاعداد كانت قد وصلت صحيح أن الأعداد كبيرة لكنها تزداد شيئا فشيئا خاصة مع ساعات المساء الأولى نتحدث عن درجات حرارة وصلت إلى نصف درجة الغليان والمتظاهرون والمعتصمون ما زالوا يواصلون مسيرهم من جسر الجمهورية والذي يبعد نحو أربعة إلى خمسة كيلومتر إلى مبنى البرلمان رغم طبعا التجديدات الأمنية التي قامت بها القوات الأمنية الحكومية بغلق مداخل المنطقه الخضراء عدا بوابة واحدة إلا أن المتظاهرون والمعتصمون ما زالوا يتواصلون أيضا حسين على مستوى التظاهرات كان زعيم التيار الصدري أو وزير القائد قد أطلق نداءه إلى المحافظات للدخول في هذه التظاهرات كل في محافظته وكان أيضا بعد ساعتين أو ثلاث وبعد خروج هذه التظاهرات طالبهم بالعودة إلى منازلهم لكن حسين على ما يبدو ان هذا الاعتصام سيستمر على الاقل الى الاسبوع القادم او الجمعه القادمه كحد ادنى لا نعلم هل سيستمر الى ايام اكثر ام لا لكن المؤكد لن يعود المعتصمون هنا الا بعد تحقيق المطالب او ياذن الصدر صاحب الكلمه العليا في هذا الاعتصام بالعوده الى منازلهم شكرا جزيلا لك زميلي سامر الكبيسي من داخل قبة البرلمان العراقي حيث هذا الاعتصام الذي ينفذه الصدريون داخل البرلمان نعود إلى ضيوفنا شكرا لكم على الانتظار هذا الوقت دكتور خالد أي سيناريو يعمل عليه الصدريون الآن مسألة انتخابات مبكرة أو عقد سياسي واجتماعي جديد كما ينقل من بعض الأطراف بأنه هناك نية لتغيير النظام السياسي في العراق كامله بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك استاذ حسين ولضيفك العزيزين الكريمين وجميع مشاهدي قناه العربيه الحدث بشكل هذه الاستضافه مرحبا بك دكتور الحديث عن عقد اجتماعي الحديث عن عقد اجتماعي جديد هذا يستلزم موافقه الاطراف السياسيه الاخرى السنيه والكرديه بهذا الخصوص وبالتاكيد هنا نتحدث عن ما طرحه السيد الصدر من تخيل النظام السياسي طبيعة هذا النظام دستور عراقي من يكتب هذا الدستور جمعية تأسيسية عرضة للاستفتاء وحتى ما يتعلق بالانتخابات أنا باعتقادي الحل هو في إطار تشكيل حكومة انتقالية جديدة هذه الحكومة الانتقالية لا تحسب لا على التيار ولا الإطار قوامها الأساسي تشريع قانون الانتخابات مع تعديلاته ومن ثم الحديث عن قانون الأحزاب السياسية الذي لم يشرع الذي شرعه ولكن فيه نواقص لأن هنالك عدد كبير جدا من الحزاب السياسيه وبالتاكيد هنا نتحدث عن تنظيم السلوك السياسي الحزبي بهذا الخصوص نتحدث عن موازنه اتحاديه نتحدث عن تقديم مستوى من الخدمات وبالتاكيد هذه الحكومه عندما توفر كل البيئه المناسبه والمطلب المهم الاساسي هو عوده المواطن العراقي بالثقه بالمشهد السياسي وبالعمليه الانتخابيه لاحظنا بان اغلبيه اغلبيه صامته في 2018 و 2021 في هذه الانتخابات لم تشارك من من قبل المواطنين العراقيين وبالتاكيد هذا الامر نتوقع امر يحتاج بشكل حقيقي واضح الى تمسك المواطن العراقي بالمشهد السياسي والعمليه السياسيه العراقيه التغييريه التصحيحيه التي تؤدي الى بناء دوله المؤسسات والقانون والتي تنعكس في خدماتها التي تقدم الى المواطن العراقي وتزيل رواسب الماضي من محاصصه وتوافقيه وشراكه وتقاسم للسلطه والثروه ومن ثم نتحدث عن تحويل السلطه من السلطه الحاكمه الى السلطه الخادمه، هذه المؤشرات التي أتوقع هي التي يمكن ان تزيل هذا التوتر وهذه الازمه وهذا الصراع، هذه هذا نقطه، النقطه الثانيه من يسعى ومن يطرح مثل هذا الامر يحتاج الى تنازلات والى ضمانات وبالتاكيد انا اتوقع كل المبادرات المبادرات التي طرحت من رئيس اقليم كردستان السيد جوفان فرزاني من السيد عمار من دكتور حيدر العبادي كلها مبادرات محترمه ولكنهم هم اجزاء في عمليه الحديث عدم عدم التوصل الى تفاهم مع التيار الصدري بهذا الخصوص حتى المبادرات التي اطلقها السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري لم تلقي بصدادها حول مقبوليه الاطار السيق لذلك انا اتوقع باننا لدينا مسارين أما مسار الأمم المتحدة بأنها هي طرف ضامن حقيقي مواكب للمشهد السياسي العراقي تسعى إلى تطبيق هذا السيناريو الذي ذكرته أو أن يكون هنالك كلام للمرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف باعتبارها هي واكبة المشهد السياسي العراقي كان لها موقف في صون الدماء العراقية في 2006 و2007 وكان لها موقف في فتوة الجهاد الكفائي في عام 2014 كل المسارين أنا أتوقع يمكن من خلالها أن تعطي نقطة مرتك ومرتكز أساسي في تقريب وجهات النظر ومن ثم عدم الوصول إلى مرحلة الصراع ما بين القوى السياسية العراقية لا سيما في داخل البيت الشيعي طيب لا أدري إن كانت الضمانات التي تقدمها المرجعية هي كافية بالنسبة للطرف الآخر خاصة يا دكتور خالد بأن المرجع والمرجعية بالنسبة للإطار التنسيقي ليس كل الإطار التنسيقي بالطبع كي لا نشمل هي مرجعية الخامنة في الداخل الإيراني أستاذ عماد تحدثت سابقا بأن الإطار استخدم ثلث المعطل الصدر استخدم ثلث المكون الى اي حد يستطيع الصدر بالفعل ان يسحب الجمهور العراقي خلفه او يضعه امامه من اجل تنفيذ الخطه التي ينوي القيام بها من مساله محاربه الفساد، محاسبه من كان مسؤول عن سيطره داعش على بعض المناطق العراقيه وكذلك مجزره سبايكر وكل ذلك. استاذ حسين يعني اليوم الوضع كان الصوره كانت واضحه يعني عندما طالب السيد مقتدى الصدر من جماهير الخروج وتسميه الثوره ثوره العاشره بثوره العراقيين وثوره الاصلاح السلميه ضد الفساد والفاسدين وبالمقابل ظهروا اتباع او جماهير الاطار التنسيقي لم تكن هناك أي نسبة مقارنة لذلك سماحة سيد مقتدى الصدر لديه قاعدة واسعة جدا من الجماهير والرجل يعني كما ذكرت لك يعني انسحب من 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 البرلمان واعطاهم 73 او 74 مقعد على طبق من ذهب ولكنه بالمقابل حرك ثلث المكون مقابل الثلث المعطل والان نرى ما 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 يجري في الساحه لذلك لا لا توجد اي مقارنه الاطار التنسيقي كان لماذا لا توجد اي مقارنه الم إيه؟ يخرج اليوم بتظاهرات استاذ عماد يعني الم تشاهد بعينك بانهم <applause> خرجوا للتظاهر كذلك شاهد شاهد طيب شاهد كانت كانت مظاهره منظمه يعني ملابس التي يرتدونها كانت تحدد نوع طبقه المتظاهرين والسيارات التي تقلهم واعمارهم لم تكن عفويه شعبيه كما انا شاهد الان داخل البرلمان او الخضراء لذلك الامور كانت واضحه وهناك يعني كثير من الذين يتقاضون رواتب سواء كانوا في الفصائل سواء كانوا في الـ 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 الويه الحشد الشعبي ايضا كانوا موجودين في هذه التظاهره أه بالعموم هي هذه كانت خطوه غير مباركه من الـ 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 الاطار التنسيقي انهم دعوا جمهورهم حتى لو كان لديهم جمهور فيعني نعم يعني مجازفه بـ 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 بالسلم الاهلي هذا ليس من من من, من عمل العقلاء والسياسيين لذلك أه يعني نتمنى أه تهدئه الوضع وضبط النفس بين كل العراقيين وكل الأجهزة وكل الأحزاب وكل الفصائل لحين يعني أنتم وجود مخرج حقيقي لإنهاء هذه طيب أستاذ أحمد أنتم يعني ضمن يعني كتلة أو أو عباءة أو أو غطاء الإطار الأستاذ عماد يقول المجازفة بالسلم الأهلي هو شيء خطير بالنسبة للعراقيين الصدريون يقولون باننا نتظاهر بشكل سلمي. هناك فريق سياسي داخل الاطار ظهرت صور وظهر سلاح، الم تعاتبوا بعضكم البعض بان هذه الصور من الممكن ان تجر الشارع العراقي الى مزيد من الفوضى، مزيد من التوتر وبالتالي المواجهه؟ يعني في الحقيقة هو التظاهر حق سلمي يعني كفل الدستور العراقي شريطة الحفاظ على رصانته والحفاظ على مؤسسات الدولة والحفاظ على سلمية التظاهر بحد ذاته أنا أعتقد اليوم التظاهرات كانت في إطار السلمية لم يكن هناك صدامات ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية ربما حالات منفردة هنا وهناك يعني حدثت مثل ما حدثت قبل أيام أعتقد أيضا اللجنة المكونة للإشراف على التظاهر كانت لجنة منضبطة حاولت قدر المستطاع عن تحيد القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي عن التصادم مع المتظاهرين ونجحت لحد ما اليوم المتظاهرين الذين خرجوا هم أيضا لديهم وجهة نظر والقادة الذين دفعوا بالمتظاهرين للخروج لديهم وجهة نظر لهذا نحن نقول اليوم الركون إلى الحوار هو الأساس الذي يجب أن يكون المنطلق له في المرحلة المقبلة ما تفضل به جناب الدكتور والمسارات التي أفضل بشرحها أنا أعتقد أنها مسارات فرعية المساران الاساسيان الذي يجب ان نرتكن لهما هو يا اما ان يكون هناك صدام وهذا لا احد يقبل به وهذا يعتبر خط احمر بالنسبه للقوى السياسيه سواء كانت من الاطار او سواء كان من التيار الصدري والمسار الثاني هو الحوار، المسارات الفرعيه تتفرع من الحوار، لهذا نحن اليوم ندعو ان تكون هناك جلسه، اليوم تغريده السيد العامري او بيان السيد العامري وايضا الرد الذي جاء من وزير السيد سماحه السيد الصدر أنا أعتقد هذه بوادر إيجابية يجب أن نحتكم لها، نعم هناك شروط وضعت من قبل الأطراف، هذه الشروط يمكن مناقشتها قبل ذلك أستاذ أحمد إذا مقبولة. سمحت لي قبل ذلك يعني أنتم داخل الإطار نعم. ألا تعاتبون بعضكم البعض وأرجع إلى هذه النقطة يعني ظهر السيد رئيس ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي يحمل سلاحاً يا أستاذ أحمد. هذه الصورة استفزت الكثير من العراقيين بينما الجانب الاخر الصدريون يقولون نحن نتظاهر بشكل سلمي، كيف يمكن التعامل مع هكذا معطيه؟ نحن نقول بان ما يحصل من فعل وردات فعل هي في الحقيقه يجب ان تحتكم الى غطاء الحكمه والى غطاء أن تكون هناك عقلانية ولهذا دائما نحن ندعو إلى تغليب لغة الحوار ولغة المنطق على حساب كل اللغات الثانية نحن نعتقد بل نؤمن بأن ما يحصل في التظاهرات هي في الحقيقة تمثل وجهات نظر وهذه وجهات نظر محترمة صح. لكن ليس بالضرورة هذه وجهات النظر يجب أن تباح من قبل جهه على حساب جهه ثانيه لهذا نقول بان الاحتكام الى المنطق والحكمه هما الاساسان الذي يجب ان ننطلق من خلالهما الى طاوله الحوار غيرهما او دونهما لن تنفع شيئا لا للعراق ولا للمشهد السياسي اليوم النظام السياسي برمته هو مهدد اليوم العراق يمثل لعبه دوليه يمثل حجر اساس في المنطقه اي عدم استقرار داخلي هذا سيلقي بظلاله وانعكاساته على دول المنطقه وهذه في الحقيقه لا احد يقبلها لا في المنظومه العالميه ولا في المنظومه الاقليميه طيب دكتور خالد الخطوه المقبله يعني نشاهد انا سالت عن هذه النقطه على وجه التحديد نور الملك يحمل سلاحا بينما المتظاهرون من التيار الصدري هم سلميون يقولون بأننا نتظاهر بشكل سلمي يعني لذلك ركزت في سؤالي على هذه النقطة وعدم انجرار الشارع إلى الفوضى وإلى التوتر دكتور خالد الخطوة المقبلة ما هي من قبل الإطار التنسيقي برأيك يعني من الممكن سحب محمد شياع السوداني من الممكن ان يطلب الرجل هو الانسحاب وبالتالي تكون هناك نقاط التقاء او ماذا؟ قراءه طبعا. يعني اول اول شيء يجب ان نوضح شيء ذكره استاذ احمد هو فيما يتعلق بالمسارات الفرعيه. انا اتوقع المرجعيه والامم المتحده ليست مفا... مسارات فرعيه هي مسارات مهمه جدا وواكبت المشهد السياسي العراقي. تسعه اشهر قوه سياسيه عراقيه وما زالت تتحدث عن حوار ومبادرات ولم تنتج أي حكومة يمكن من خلالها أن تقدم شيء للمواطن العراقي وصلنا إلى مرحلة كسر العظم ما بين القوى السياسية العراقية والنزول إلى الشارع وتجيج الشارع وبالتأكيد من يتحمل هذا الأمر أنا أتوقع عندما قلت بأن الأمم المتحدة بما تحمله من منطق حيادي بما تمثله من معلومات وعلاقات متوازنة مع جميع القوى السياسية يمكن أن تدور تدير هذا الحوار الوطني ولو كانت قياداتنا السياسية والقوى السياسية العراقية جادة بالحوار الوطني لكنا بعد 2011 عندما خرجت القوات الأمريكية كنا قد جلسنا إلى طاولة حوار ومفاوضات أكثر من داعش مبادرة قبل أن يقدم التيار الصدري إلى دخول البرلمان كانت موجودة ولكنها لم تكن فيها مرتكزات أساسية للحوار وللتفاهم مع ذلك الحوار أساسي ومهم جدا ولكن من الذي يستطيع أن يقود هذا الحوار؟ الحوار تقوده الحكومة سيد الكاظمي دعا إلى حوار مجتمعي ودعا إلى رغبة في إطار الحوار ولكن أيضا ليس كان مرحبا من قبل القوى السياسية مثل قوى الإطار التنسيقي لذلك نتوقع المرحلة القادمة تستلزم أن يكون هنالك تنازلات متبادلة وأطراف ضامنة من الذي يستطيع أن يعطي ضمانا حقيقيا لكي يكون مقبولا لدى جميع القوى السياسية ولا يفسر بأنه هذا ربح وهذا خسارة وبالتأكيد نعيد إلى نفس النقطة التي ندور فيها في إطار هذه الحلقة أما بالصورة التي ذكرتها فيما يتعلق بال بالاستغ... يعني استخدام القوة المادية العسكرية نتوقع هنا يجب ان نحافظ على التداول السلمي للسلطة واعتقد بان الصوره التي ظهر فيها السيد المالكي نفيت بانها تعود الى عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش الارهابي ثلث مساحه العراق وبالتاكيد هنالك من يحاول ان يخلط الاوراق المرحله القادمه تستلزم عدم استخدام القوه وانما الشيء المهم جدا بهذه المرحله طيب. ان يكون الحوار والحوار والحوار والتنازلات المتبادله مع الضمانات هل من معقول تسع طيب. اشهر قوه سياسيه تقدم حلول وتقدم مبادرات وتتحاور فيما بينها وتريد ان تصل الى تفاهمات وبعد تسعه اشهر اليوم ايضا نطلق مبادرات، اذا المشكله هو في اساسيات ومقومات هذه الحوار، المشكله في ما يتعلق بالجهه التي ترعى او توفر بيئه مناسبه لانطلاق هذا الحوار اذا سمحت لي دكتور خالد اريد ان انقل هذه التغريده للاستاذ عماد على لسان النائبه حنان الفتلاوي، شكرا انا عندي التزام اقدر استاذ حسين تفضل انا عندي التزام اقدر مرخوص لك دكتور شكرا جزيلا لك على كل هذا الوقت مرخوص لك شكرا مرخوص آه شكرا لكل من شارك بالمظاهره السلميه شكرا لالتزامكم شكرا لانضباطكم شكرا لوطنيتكم انتم من يعول عليكم لحمايه الدوله ومؤسساتها العراق لن يعود للدكتاتوريه ولا لحكم الفرد هذا ما غردت به النايبه حنان الفتلاوي من المقصود بحكم الفرد والدكتاتوريه يا استاذ عماد القصد واضح طبعا هذه جل احترامي للسيدة حنان فتلاي ولكن يعني الانتخابات الأخيرة أثبتت أنها الشعب رفضها تماما في حين في 2010 على ما أظن أو 2014 حصلت فوق أكثر من 100 ألف صوت ولكن في الانتخابات الأخيرة يعني لم تحصل على أي أصوات لذلك خطابها خطاب طائفي، كانت تقول سبعه مقابل سبعه، اذا قتل سبعه من الشيعه نقتل سبعه من السنه، وتقسيم الكعكه والى اخره، والتهجم والاتهام و يعني تبني انهم اصحاب العراق والاولياء والاوصياء على العراق وعلى الشعب العراقي وهم المنزلين المنزهين لذلك تقصد به سماحة السيد مقتدى الصدر هذا الرجل سليل الصدرية لا أتأثر بهذه التغريدات ولا بهذه الأقاويل الشعب والشارع هو من ثبت للقاصي والداني من يستطيع أن يحرك الشارع العراقي ومن يستطيع أن يحارب الفساد والفاسدين لا. استاذ حسين الغالي خطر داعش وخطر الارهاب لا يقل شانا عن خطر الفساد والفاسدين لان الفساد والفاسدين اوصل الى انه يتم تسليم ثلث العراق بليله بيد داعش وحصل ما حصل وكل هذه المآسي بسبب الحكومات الفاسدة لنكن واقعيين لنكن واقعيين الآن بدأوا يطرحون أمور عجيبة غريبة وثيقة شرف عقد اجتماعي جديد وأين كانوا طوال عقدين من الزمن عشرين عاما أين كانوا ماذا قدموا للشعب العراقي المسكين المظلوم طيب أشكرك أستاذ عماد باجلان من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك اشكر من بغداد الدكتور خالد عبد الاله عبد الستار عميد كليه العلوم الذي كان معنا قبل قليل والذي يظهر الى جانب الاستاذ عماد الان الاستاذ احمد الوندي الناطق باسم ائتلاف النصر شكرا جزيلا لكما الاخبار ليله مستمره وفيها بعد قليل المبعوث الامريكي خلال اسبوعين ولبنان يقول انه لا استخراج للغاز مع اسرائيل ولا تقاسم حقول طوط لهذا التماس فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسيه وجودهما روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الان تعيد اعاده تموضع هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو لو اخضر. هل فعلا تركيا ستبدا بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية، تسيطر القوات من قبل الروس. النظام مستعد ان يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك تواصل من جميع أن التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري ومن سيكون داعم لقوة سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سورية هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهيه لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم من جديد وصل المفاوض الأمريكي لترسيم الحدود آموس هاكشتاين لاستكمال المفاوضات مع لبنان على وقع مشهدين الأول يتلخص بفيديو حزب الله يظهر رصد أحداثيات سفن استخراج الغاز من حقل كريش والاخر يتمثل بالاحتفال بعيد الجيش اللبناني هذا لجهه التوقيت اما في مضمون ملف الترسيم لا يبدو ان مساره تشوبه السهوله نظرا للتشابك بين الداخل والاقليم الا ان التفاؤل كان سيد الموقف ما زلت متفائلا باننا نستطيع احراز تقدم مستمر كما فعلنا خلال الاسابيع الماضيه، واتطلع الى العوده الى المنطقه لاجراء الترتيب النهائي. تحرك امريكي جديد تجاه ملف الحدود البحريه بين لبنان واسرائيل. فحوى ومضمون كلام الوسيط الامريكي اموس هوكشتاين من بيروت ليس بجديد انها المره الثالثه التي يعلن فيها عن تفاؤله باقتراب الوصول الى اتفاق في الاسابيع المقبله حيث ابلغ لبنان مجددا بالعرض الاسرائيلي حول ترسيم الحدود على اساس الخط الثالث والعشرين مع الحصول على حقل قانا كاملا في مقابل العودة إلى الخط المتعرج في عمق البحر أي أخذ مساحة من البلوك رقم ثمانية ما يعني حصول لبنان على مساحة بحرية بحدود 860 كيلو مترا ويستند الطرح الإسرائيلي هذا على احتساب خط الوسط بين لبنان وقبرص هذا أمر في الأساس مرفوض لبنانياً حول الرد اللبناني على هذا المقترح الإسرائيلي قالت مصادر مطلعة أن المسؤولين اللبنانيين أعطوا ملاحظاتهم عليه كما أن اجتماعات مكثفة ستعقد في الأسابيع المقبلة لمحاولة الوصول إلى حل نهائي في الموضوع وفق مصادر إسرائيلية فإن العرض يتيح للبنان تطوير الحقل في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على مصالح اسرائيل الاقتصاديه فيما تترقب الاوساط الدبلوماسيه بكثير من الشكوك اداء المسؤولين اللبنانيين بعد التدخلات الاخيره لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله في الملف وتاثيره على التعامل مع ما سينقله الوسيط الامريكي من جانبها اكدت مصادر دبلوماسيه امريكيه ان الوسيط هاكشتاين جاء بشيء اقرب الى الحل لكن تبقى العقده في التفاصيل رغم محاوله حزب الله عرقله المفاوضات عبر تصعيد عسكري ترفع معه اسرائيل درجه تاهبها برا وبحرا وجوا كذلك تفاؤل حذر في اسرائيل بان يعود الوسيط الامريكي لاسرائيل للاربعاء وقد اسس لاستئناف المفاوضات هنا في الناقوره لانهاء ملف ترسيم الحدود مع لبنان وتقول مصادر اسرائيليه مطلعه ان اسرائيل قدمت مقترحا وصفته بالتنازل يشمل ان ياخذ لبنان الجزء الاكبر من المنطقه المتنازع عليها. إسرائيل تمارس ضغطا على الولايات المتحدة لحسم ملف ترسيم الحدود قبل سبتمبر موعد بدء استخراج الغاز من حق الكريش الذي تدعي بأنه يبعد عشرة كيلومترات جنوب غرب المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا منعا لاندلاع حرب في حال استهدفه حزب الله التقدير في اسرائيل بانه سيتم قريبا التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود المائيه والاقتصاديه مع لبنان وهناك تفاؤل من جوله الوسيط الامريكي اعتبرت مصادر في اسرائيل ان تهديدات حزب الله المتواتره باستهداف حقل كاريش وسواه والتخيير بين الحل والحرب تاتي كي يحصد انجازا في حال تم التوصل لاتفاق، لكن المصادر اشارت الى ان هذه التهديدات تؤخذ على محمل الجد وجرى استنفار سلاح البحريه الاسرائيلي لحمايه حقول الغاز باعتبارها اهدافا رخوه تصعب حمايتها ونقلت اسرائيل تهديدا الى لبنان بان واستهداف الحقول قد يقود الى حرب شامله مع لبنان زياد حلبي الحدث راس الناقوره من بيروت ينضم الينا الكاتب الصحفي منير الربيع، مرحبا بك استاذ منير اي ملفات يحملها او نقاط يمكن ان تعجل في مساله اتفاق ما بين تل ابيب وبيروت لبنان المبعوث الامريكي هوكشتاين. في الاساس ما سيقرب من انجاز اتفاق الترسيم هو سبب وهدف سياسي بالحد الادنى والحد الاقصى بما معناه أنه يمكن الاستفادة من حالة الركود على مستوى المفاوضات النووية لتمرير هذا الاتفاق ليكون كورقة حسنية للتقارب بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي وبحال عدم استخدامه كذلك قد يكون نتيجة في حال حصل هناك تقارب إيراني أمريكي لذلك المفاوضات الآن على حد السيف في ظل استنفار عسكري لدى حزب الله وفي ظل استنفار عسكري وامني اسرائيلي ترقبا لحصول اي تطورات في الاسابيع القليله الماضيه نظرا للمهله التي وضعها الامين العام لحزب الله. جاء اموس هوكشتاين وهو قد ابلغ المسؤولين اللبنانيين بان لا احد يريد الحرب، لا احد يريد التصعيد، مصلحه الجميع بما فيها المصلحه اللبنانيه هي بتجنب هذه الاعت... الاستعراضات العسكريه او التهديدات الامنيه لانه لن يكون في مصلحه احد الذهاب الى التصعيد، كذلك انتقد هوكشتاين كوسيط امريكي او كمبعوث امريكي تهديدات حزب الله واعتبر انها تضر بسياق الاتفاق او تضر في مسار التفاوض الذي على ما يبدو انه كان ايجابيا بحسب ما اعلن المسؤول الامريكي وبحسب ما اعلن المسؤولون اللبنانيون، من اين نستمد هذه الايجابيه؟ الايجابيه مستمده انطلاقا من كلام هوكشتاين بان لا احد يريد الحرب وان واشنطن ستضغط لمنع حصول تدهور اولا، ثانيا من خلال اللقاء الذي جمعه بالرؤساء الثلاثه وهو الاول من نوعه وقد تم ابلاغه بموقف موحد، ما هو هذا الموقف الموحد؟ ان لبنان يطالب بالخط 23 زائد حق القانة أي مساحة 860 كيلومتر زائد المساحة المتبقية من حق القانة والتي يطالب بها لبنان بحيث يكون حق القانة كاملا عائدا إلى الحكومة اللبنانية أو إلى الدولة اللبنانية عرض هوكشتاين في البداية مسألة حصول لبنان على الخط 23 حصول لبنان على حق القانة كاملا ولكن بالمقابل مطالبة إسرائيل بالحصول على بعض النقاط في البلوك رقم ثمانية بحيث لا تتجاوز المساحة التي يحصل عليها لبنان 860 كيلومتر مربع وهو برر ذلك بأن بد لإسرائيل من تحقيق مكاسب معينة هناك أزمة سياسية هناك انتخابات هناك مزايدات في الداخل الإسرائيلي ونحن لا نريد أن يذهب الأمر يعني إنت أفهم إنت منك أستاذ منير إذا سمحت لي إلى التصعيد. طيب أفهم منك بأن حقل قانا متفق عليه إلى الجانب اللبناني ولكن الجانب الإسرائيلي يبحث ضمن الخط نعم ضمن الخط عن أن يقلص المساحة مساحة الحدود إلى ما دون 860 كيلو مترا نعم طيب الوسيط الأمريكي أبلغ لبنان سأروي لك ما حصل بالتفصيل تماما الوسيط الأمريكي أبلغ لبنان بأن هناك موافقة على حق القانا من حصة لبنان كاملاً بالاضافه الى الخط 23 ولكن في نهايه الخط 23 باتجاه عمق البحر يتعرج يتم التعرج نحو الجنوب او نحو الجهه اللبنانيه، نحو الشمال عفوا، او نحو الجهه اللبنانيه اكثر بحيث يتم قضم بعض النقاط من البلوك رقم ثمانية لبنان رفض ذلك بشكل كامل. وقال لهوكشتاين نحن ليس لدينا أي حل سوى الخط 23 مع حقل قانا كاملا بما معناه نطالب بالبلوكات رقم 8 و 9 و 10 بشكل كامل ولا يمكن لإسرائيل أن تقدم من أي من هذه البلوكات النفطية حينها قال هوكشتاين إنه سيعالج هذا الأمر مع المسؤولين الإسرائيليين بعد معالجة الأمر أو بعد النقاش مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة يفترض أن يُحضّر مقترحاً مكتوباً يطلع عليه الإسرائيليين ويطلع عليه المسؤولين اللبنانيين، بحال حصل التوافق يمكن تحديد زيارة له إلى لبنان وهذه الزيارة ستكون ختامية بإنتظار تحديد موعد للعودة إلى مفاوضات الناقورة. هل الأمر سيكون بهذه السهولة؟ لا أحد يمتلك أي معطيات، هل الإسرائيلي سيوافق على هذا التنازل؟ خصوصاً أن لديه انتخابات مقبلة خصوصا أنه يعيش أزمة سياسية هناك نقاشات في الداخل الإسرائيلي تعتبر أن أي تنازل من هذا النوع سيكون عبارة عن انتصار لحزب الله وهم يرفضون منح هذا الانتصار لحزب الله لذلك الكرة قد تتدحرج لا بد من انتظار أيضا ردة فعل الحزب على هذا المقترح لأنه سبق وأعلن أنه يقف خلف الدولة اللبنانية طيب. فهل إذا خرجت الدولة اللبنانية وأعلنت الموافقة على هذه المساحة هل سيلتزم سي... بها حزب الله أم سيقول نحن المساحة معادلة ما بعد ما بعد كريش طيب المساحة التي تتحدث عنها هي 860 كيلو مترا يعني فيما لو أن الدولة اللبنانية وصلت إلى تفاهم مع أموس هوكشتاين بأنه من الممكن أن يخفض هذه أو تخفض هذه المساحة هنا التساؤل فيما إذا كان حزب الله سيوافق لا أو لا أو ماذا بالنسبة بالنسبه بالنسبه الى لبنان البحث هو زياده هذه المساحه لبنان يطالب ب 860 كم زائد حقل قانا كاملا لا اعرف كم تكون المساحه النهائيه ولكن 860 بلس الاسرائيلي يعرض على لبنان 860 ماينس اي الخطه 23 زائد حقل قانا مقابل قدم جزء من مساحه البلوك رقم ثمانيه بحيث لا يصل لبنان الى 860 كيلومتر، اعتقد شكرا يريدون منح لبنان اقل من 860 بحوالي 200 200 كيلومتر. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب الصحفي الاستاذ منير الربيع على كل هذه التفاصيل. وصلنا مشاهدينا الى نهايه الساعه الاولى من الاخبار الليله بعد قليل نفتح معكم ملفات الساعه الثانيه نتمنى ان تبقوا معنا نشكركم على حسن المتابعه دمتم بخير وعافيه الى اللقاء. سقوط خيرسون اما ماريوبيل الميناء المحاصر بعض الناس لم يجد اي طريقه للخروج من هذه المناطق المدمره ما يحدث حتى علي الحدود البولنديه مليونين و57114 دخل الاراضي البولنديه حتى الان تم السيطره على 50 من مدينة ماريوبل قبل اقل من ساعة من الان حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الانسانية آمنة لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الاسلحة التي اتت من الغرب هذا هو الحصار روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظه تسبق الخبر بقليل ثم يبدا حدث يؤثر على حياه الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الانسان محور الحدث بين مساء امس على الساعة السادسة صباحا إلى فجر اليوم الساعة السادسة صباحا الستين حارقا في مختلف جهات البلاد السؤال الاول يكون اذا ما كانت مفتعله اولا هل في اي ايضاحات من جانب الدوله حولها ربما يكون تحذيرا لما يمكن ان تقدم عليه حاله ماذا في الايام القادمه الرئيس قيس سعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد اشاره الى من على وجه التحديد التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتاتى ضمن خريطه الطريق لاسترجاع المسار الثوري لابناء الشعب التونسي، بعض الاصوات عالت مجددا وتطالب بالمحاسبه والاستجابه لاهداف الثوره، هل بالنسبه اليك واضحه عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو اليه الرئيس قيس سعيد ام كما يصفها البعض أنها غامضه؟ هناك من يريد ان يجعلها سياسه الارض المحروقه في تونس كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الان؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على اخر ما يهمنا ان نبقى نقطه تواصلك مع الاحداث 24 ساعه من مكان الحدث من قلب الحدث بالدقه والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم عليك ان تحصل على المعلومات الصحيحه. الحدث. تواصل رئيس واعضاء مجلس القياده الرئاسي في اليمن للعاصمه المؤقته عدن. عقدت الحكومه اليمنية اول اجتماع لها بحضور جميع اعضائها. ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامه؟ الواقع اليمني سيدتي معقد بشكل كبير. قاعدة وداعش لا يعملان منفصلان عن الجماعة الحوثية نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجة وفقا لمعطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم ما تخوفاتك من إعادة تشغيل مطار صنعاء مرة أخرى؟ عدن على موعد جديد للقيام بدورها كعاصمة مؤقتة نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع الحوثيين سيكبرون على السلام هذه المرة برلمان ومجلس شورى ومجلس القيادة برأيك من اين ستكون البداية؟ بإمكانكم متابعة قناة الحدث اتش دي على الترددات التالية: المنطقه الخضراء ساحه الرسائل السياسيه الصدر يواصل اعتصام البرلمان والاطار الموالي لايران يختبر شارعه الصدر يصدم احتيال الاطار بثلاثه شروط انسحاب ورفض سبايكرمان وضام هوكشتاين يكرر تفاؤله اتفاق الترسيم مؤجل وعودة الحديث عن خانة والخط المتعرج إيران تلعب على حبلي الملف النووي تلوح بقنبلة نووية وتبدي مرونة للتفاوض اهلا بكم الى الساعة الثانية من الاخبار الليلة مر اليوم على العراقيين باقل الاضرار بعد ان ارتفع التصعيد الكلامي الى درجة الغليان فمع انتهاء تظاهرات الاطار الموالي لايران ومع استمرار اعتصام الصدريين في البرلمان ليلة ثالثة برزت دعوات للحوار كان من ابرزها تلك التي وجهها رئيس تحالف الفتح هادي العامري للصدر الا ان الرد كان بشروط وصفت بالتعجيزية بينها نسف التيار التنسيقي وفي بيان موقع من قبل وزير القائد وهو صالح محمد العراقي جاء الرد متضمنا ثلاثه شروط هي انسحاب العامري وانسحاب كتلته من تحالف الاطار التنسيقي واستنكار صريح لكلام رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سماه بيان صدر بسبايكر مان. ثم وجود ضامن لنجاح الحوار السياسي. ايل خدا دينا اما عراق شامخ بين الامم او عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون خياران لا غير رسمهما مقتدى صدر في كلمته الاخيره عن مستقبل العراق وبذلك اوحى بشكل لا لبس فيه الى انه خارج المدار الايراني وليس ممن يتاثرون بالنفوذ الايراني بخلاف خصومه في البيت الشيعي الزعيم الشيعي سارة زعيم الكتله الاكبر في البرلمان في تشريعات اكتوبر الماضي تشريعات اكتوبر اي الانتخابات لكن الازمه ظلت قائمه فبقي العراق من دون رئيس حكومه ورئيس للجمهوريه حتى اليوم ولان الاطار التنسيقي ظل ظل ايران في العراق فخخ كل المحاولات لاختيار الرئيس للجمهوريه وتشكيل حكومه كذلك حكومه باكثريه برلمانيه امر الصدر نوابه بالاستقاله وهنا انتقل الصدر من اللعبه السياسيه داخل مؤسسه البرلمان الى الشارع اين يمتلك قواعد شعبيه قادره على احتلال الشوارع كما المؤسسات ويوم الأربعاء الفائت اقتحم أنصار الصدر البرلمان قبل أن ينسحبوا بطلب من زعيمهم ليعودوا يوم السبت إلى اقتحامه مرة ثانية وبدء اعتصام مفتوح مستمر حتى اللحظة تحرك الشارع في بغداد ووصل مدى هذا التحرك إلى طهران ما دفع إيران إلى إفادة قائد فيلق القدس إسماعيل قآني على عجل إلى بغداد لعله يضبط مواقف البيت الشيعي ومن جديد اظهر الصدر لخصومه السياسيين انه ما زال يتمتع بقاعده شعبيه واسعه وانه قادر على الدفع باجندته في المشهد بقوه مهما كانت الظروف. من هنا برزت مخاوف من ان تتفاقم الازمه في العراق لتتحول المواجهه السياسيه الى مواجهات في الشوارع ومن ثم تنزلق الى حرب غير محموده العواقب. من أربيل انضم إلينا المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنجنا ومن اسطنبول انضم إلينا مستشار مركز العراق الجديد للبحوث ودراسات شاهو القرداغي مرحبا بكما أبدأ من عندك أستاذ محمد لأسأل الشارع في العراق إلى أين يتجه وتقصدت أقول الشارع لأن الكلمة للشارع الآن للعراقيين بالطبع نعم استاذ حسين مساء الخير نعم مساء الخير استاذ حسين تحيه لكم وللمشاهدين والزملاء وتحيه لكاك شاهو العزيز طبعا انا لاكثر من مره بينت وقلت بان الجماهير الصدريه تنتظر اشاره واحده من سماحه السيد مقتدى الصدر لتحتل الشارع ولكي تبين كلمتها من خلال الشارع وهذا ما حصل فعلا نعم يعني ان عرفنا هذه المساله على اساس الثوره فان الثوره من الممكن ان تعني ثورانا عاما شعبيا جماهيريا من إلى الفاو، هذا لا يوجد حتى الآن ولكن هي ثورة لجماعة معينة مغبونة تشكل أغلبية الطيف السياسي العراقي جماهيريا وانتخابيا، شعرت بأنها غبنت بسبب عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وهي الآن تريد أن تفرض كلمتها ولكن فرض هذه الكلمة أيضا يتطلب العديد من الآليات والفلاتر والتي من الممكن أن لا تمر كلها مرور الكرام، ولكن هي كانت تحذيرات منذ البداية، لو كانت المسألة سارت على سلاسة ما بعد نتائج الانتخابات لما كنا راينا ما رايناه الان، نعم حتى هذه اللحظه لا توجد تعليمات جديده من الصدر حيال مساله انسحاب المتظاهرين من عدم انسحابهم، ومن الممكن عندما تشتد الامور وتصل الى مساله مناوشات بين طرفين الشيعيين الاطار او التيار سوف يعني يقرر احدهما الانسحاب، وهذا ما تم فعلا اليوم، الاطار التنسيقي سحب متظاهريه، ولم يحصل ما كان الجميع متخوفا منه، وهذا لحسن حظ العراقيين، ولكن ان قلنا بان الش... الشارع ليست له كلمة اليوم لا على العكس الشارع في تشرين كانت له كلمة لكن هذه الكلمة لم تستمر للأسف بسبب عدم وجود انتخابات فرضت الواقع الذي يريده التشرينيون من يمثلون التشرين أيضا للأسف تقسموا وتفرقوا بين الأحزاب والأطراف السياسية اليوم الصدريين يشكلون القوة الأكبر في الشارع العراقي قوة لا يستهان بها هذه القوة وقفت في وجه كافة الحكومات لديها عقدة مع المالكي مئات من الذين اختطفوا من الصدريين مصائرهم ما زالت مجهوله، هذه العقده من الممكن ان تكون قد زادت المشاكل والتسريبات الاخيره ايضا والتي تظهر لنا يوما بعد يوم ايضا زادت المشاكل، اذا اليوم نعم بين الشارع الصدري بان الكلمه هي له ولكن لكل حادث حديث فيما ي... سوف يطرا من مستجدات، مبادره الرئيس نيشيرفان بارزاني من الممكن ان تساعد في جمع الفرقاء السياسيين ولكن سوف تبقى المساله مرهونه بما يقوله السيد مقتدى الصدر لان الجماهير الصدريه يبحث عن ضامن يا أستاذ محمد بآل بيت الصدر الصدر يبحث عن ضامن عندما نعم صحيح رد صحيح عليه صحيح هذه العاملية أستاذ شاهو إذا سمحت لي سعودي لك أستاذ محمد أه الطرف الآخر المقابل للصدر أه طرف ليس بالسهل يعني. أه الكل يتحدث بأنه مسلح أه إلى أي حد نستطيع القول بأن الشارع العراقي محصن من مسألة الفوضى الاقتتال الاستفزاز تحياتي لك استاذ حسين العزيز، تحياتي للمشاهدين الكرام ولكاك محمد من هولير. حقيقه استاذ حسين الاطراف الاخرى وخصوم التيار الصدري اذا قلنا بانهم يشكلون اغلب الفصائل المسلحه المواليه لايران، طبعا هذا الامر صحيح. ولكن هم بنفس الوقت يدركون ان الثقل الشعبي او الحاضنه الشعبيه التي كانوا يمتلكونها تراجعت كثيرا خلال الفتره الماضيه نتيجه للسياسات الخاطئه التي تبنوها، يعني راينا ان مقاعدهم في الانتخابات تراجعت كثيرا وحتى اذا عدنا الى الوراء وتذكرنا الاعتصام المفتوح الذي قاموا به للاعتراض على نتائج الانتخابات يعني كل انصارهم المسلحين دخلوا الى الساحه ولم يستطيعوا ان يصمدوا او يستمروا يعني انتهى الاعتصام دون نتائج وبالتالي كان هناك اشارات واضحه بانهم فقدوا الحاضنه الشعبيه وفقدوا انصارهم ايضا اليوم مجددا راينا ان كان هناك امتحان حقيقي لي مدي قوه وصلابه هذا الاطار هل يستطيع ان يقوم بالتحشيد مثل ما يقوم به التيار الصدري بزعامه السيد مقتدى الصدر راينا انهم اليوم فشلوا ايضا وانتهى التجمع بدون تحقيق اي نتائج اضافه الي ان ما 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 ثبت اليوم وخلال الايام الماضيه ان هناك يعني ازدواجيه في المواقف وتباين كبير للاراء داخل الاطار التنسيقي ايضا يعني خلال يوم امس كان هناك تغريده لقيادي في كتائب حزب الله ميليشيا كتائب حزب الله بانهم ليس لديهم معلومات عن التجمع الذي سيحدث اليوم المنصات القريبه منهم من كتائب حزب الله تتجنب مواجهه الصدر وبالتالي هناك انقسام داخل هذه الفصائل وهي ليست على يعني قلب رجل واحد لا 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 تستطيع ان تصدر مواقف حتى مواقف موحده، هذه الامور كلها يعني تجعل من هذا الطرف اضعف مقارنه بالتيار الصدري، ولكن احتمالات المواجهه او الدخول الى يعني الاستخدام العنف والسلاح هذا الامر طبعا خطير ودائما كنا نحذر منه، عندما يكون الطرف السياسي يمتلك السلاح من الممكن ان يلجا له لتصفيه الحسابات السياسيه. من المؤسف خلال الفترة الماضية هذه الأطراف السياسية لم تعمل على تقوية مؤسسات الدولة حتى يكون هناك آليات دستورية وقانونية لإنهاء المشاكل والأزمات السياسية، وخاصة هذا الطرف المشكلة في هذا الطرف أنه يتلقى الأوامر أيضاً من خارج الحدود، يعني هو يتبنى نهج ولاية الفقيه ويفتخر بذلك، وبالتالي هذا الأمر يزيد من مخاطر اندلاع صراع مسلح نتيجة لتوجيهات أو نتيجة لأجندة خارجية. هذا الأمر خطير جدا ولكن أنا أتوقع أن هذا الطرف ايضا يدرك انه في حال توجه لهذا الخيار فان الشعب العراقي جميعه يقف بالضد من هذا الامر وسيكون نهايتهم وسيكون خساره كل المكاسب والامتيازات التي حققوها بعد 2003 لانهم يدركون ذلك جيزا جيدا ويدركون مدى سخط الشارع العراقي عليهم وبالتالي هم حذرين جدا من هذا الخيار ودائما عندما يحاولون التحشيد او يحاولون جمع انصارهم يعني يرون الحجم الحقيقي والمواطن العراقي ايضا يرى الحجم الحقيقي وهذه رساله يعني بالغه الاهميه لهم بانهم لا يستطيعون ان يتوجهوا او يتخذوا هذا القرار لان الخساره ستكون من نصيبهم. طيب استاذ محمد الصدر يبحث عن ضامن اليوم وقلت لك ساعود اليك في هذه النقطه، تستطيع الاطراف الداخليه العراقيه ان تكون ضامنا لاي حوار مع الصدر وتياره او لا الامور تتعدى ذلك تتعدى الجغرافيا العراقيه نعم الطرفين اللذان يشكلان عقده امام التيار الصدري هما السيد نور المالكي والسيد قيس الخزعلي. هل هذين الطرفين السيد نور المالكي يمتلك الاغلبيه في داخل الاطار التنسيقي وقيس الخزعلي يمتلك فصائل مسلحه لديها نفوذ لديها سلاح وهم منشقين اصلا عن التيار الصدري، يعني الطرفان يعرفان بعضهما البعض جدا، هاتين العقدتين هما ما تشكل المشكله الاساسيه اليوم في العمليه السياسيه او العقده السياسيه العراقيه، هذا اولا، ثانيا لكن هناك السيد هادي العام يعتبر حج هادي يعتبر هو الأقدم بين الأطراف المعارضة لصدام حسين فيما قبل 2003 وهو يتمتع بعلاقات جيدة وقوية مع الحزبين الكرديين من جهة مع التيار الصدري من جهة مع تيار الحكمة الذي انشق أصلا عن المجلس الأعلى الإسلامي الذي هو السيد هادي قيادي في داخله والذي كان يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية والذي تشكل وتأسس وترعرع وكبر في إيران قبل سقوط النظام السابق إذا هناك مشتركات بعض المشتركات وهناك اختلافات تحدثنا عن مبادره الرئيس نشرين بارزاني وسالتني عن الضامن الضامن هنا يكمن في مساله تنفيذ الدستور اولا ثانيا عوده كل الامور الى نصابها فيما يخص العمليه السياسيه ولكن ايضا هناك نقطه، الصدر لن يعود مره اخرى الى هذا البرلمان وهذه مساله مؤكده وحتميه مع انه قانونا يقال بانه يجوز ان يعود التيار الصدري مره اخرى للبرلمان. الضامن الحقيقي هو برايي الشخصي ان تكون هناك اطراف دوليه ان كانت الولايات المتحده الامريكيه او كانت الامم المتحده او كانت اي اطراف اخرى من الممكن ان تشارك في هذه العمليه، ولكن بكل صراحه هناك ازمه ثقة وشرخ كبير بين هذه الاطراف السياسيه وخصوصا النور المالكي والتي تسببت التسريبات التي نشرت عنه في يعني تعميق الهوه بينه وبين التيار الصدري وبين العديد من الاطراف السياسيه. اليوم السيد الصدر ان كان يريد ضامنا حيال هذا الموضوع فسينتظر ان يبقى المالكي في عزله سياسيه وخصوصا بعد ان يتخلى عنه من هم معه في داخل الاطار التنسيقي. اذا تخلوا عنه اصحاب يعني نفس الفكر والنهج في داخل الاطار التنسيقي وحتى لو بقي معه الخزعلي فقط هذا سيكون الضامن الوحيد امام السيد الصدر لابداء مرونه حيال التفاوضات. نعم. طيب النائب عن العصائب يا استاذ شاه علي تركي يقول شعب فوضوي قاموا باحتلال دوائر الدوله وتخريبها وقاموا بممارسات وصفها بالشاذه داخل مبنى مجلس النواب، يعني اي ممارسات واي تصرفات قام بها الصدريون الذين هم يقولون في تظاهراتهم بانهم ثاروا ضد الفساد ولا بد من محاسبة الفاسدين يعني لماذا تأتي الاتهامات من الطرف الآخر تحديداً من العصاب من قيس الخزعلي ونوابه أو نائبه؟ طبعاً اليوم كان هناك ليسوا بالكثير كان هناك الكثير من هذه التصريحات كان هناك الكثير من هذه التصريحات حتى تقول أن جماعة التيار الصدري قاموا باحتلال البرلمان والمنطقة الخضراء وسوف نقوم بتحريرها بالعكس. نحن راينا ان هناك درجة كبيرة من الانضباط يعني حقيقة موجود ومن خلال هذا الحراك الذي حصل وما يؤكده وما يقوي موقف السيد الصدر انه بامكانه تحريك هؤلاء الجماهير بصورة منضبطة وتوجيههم الى اي إلى يعني الى درجة كبيرة وايضا يعني الاستقواء بهذا الزخم الجماهيري لانه ضمن هذه الحراك الذي يقوم به السيد مقتدى الصدر هو رسالة واضحة بان عدد النواب البرلمانيين السبعي أكثر من سبعين نائب برلماني وكان الطرف الرابح في البرلمان لكنه يستطيع أن يعتمد على الجماهير الذين نزلوا الآن إلى الشارع أكثر من هؤلاء النواب الذين كانوا بالبرلمان ولكن الطرف الآخر بلا شك يريد أن يعمل بكل صورة لتشويه للتشويه هذا الحراك يعني الحراك الصدري ولتشويه دخولهم إلى البرلمان ولمحاولة استعطاف أو لكسب رأي الجمهور العراقي حتى يتعاطف مع الجانب الإيطالي ولكن المواطن العراقي يعني يتساءل الم يطرح السيد مقتدى الصدر عده مبادرات منذ انتهاء الانتخابات الم يقول انه من الممكن ان يشكل الحكومة وهم الطرف الاخر يذهب الى المعارضه رفضوا ذلك هم يشكل الحكومه ويكون العكس ايضا رفضوا فتح الباب امام مشاركه بعض منهم وذهاب البعض الاخر الى المعارضه ايضا رفضوا هذا الامر يعني هم اغلقوا كل الابواب امام التيار الصدري الذي كان رابحا في الانتخابات والذي حسب الادوات والوسائل الديمقراطيه التي كنا حتى كنا نقول انها شكليه ولكن وفقا لذلك كان من المفترض ان يشكل هو الحكومه والاطراف الاخرى المتمسكه بالمحاصصه والتوافقيه كان عليها ان تنتظر او يعني تنتظر اربع سنوات لتنظر ماذا سيكون شكل هذه الحكومه او هذا المشروع مشروع الاغلبيه الذي يتبناها هم قطعوا الطريق أمام مقتدى الصدر ولم يسمحوا له بتنفيذ مشروعه وبالتالي هو مجدداً لجأ إلى الشارع ويبدو هذا الأمر أن مطالبه لا يقتصر فقط على تغيير اسم مرشح هنا وهناك بل هو يفكر بتغيير جذري يفكر في تغيير النظام السياسي تغيير الدستور أيضا الآن يضع شروط حتى للتحاور يعني ليس فقط للحديث عن ملامح المرحلة القادمة اليوم هناك شروط حتى للدخول إلى التحاور مع الطرف الثاني وبالتالي هو يدرك أنه في محل قوة والأطراف الأخرى في محل ضعف وهذا السبب الرئيسي لرفع مستوى أو رفع شروطه ل على الجانب الآخر الذي بدأ يخشى ويشعر أنه سيدفع ثمن تسببه بعرقلة مشروع الصدر منذ البداية طيب ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة والحوار على أسس وطنية هذه المواقف تأتي الآن على شكل أخبار عاجلة تظهر على شاشة الحدث أستاذ محمد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذه التغريدات تاتي بشكل مباشر ونتابعها الان وهذه الاخبار العاجله على شاشه الحدث ندعو جميع الاطراف الى التهدئه وخفض التصعيد وبدء مبادره للحل على اسس وطنيه. الى اي حد يمكن البناء على هكذا مواقف من رئيس الحكومه الحاليه يا استاذ محمد؟ نعم طبعا بكل صراحه اليوم السيد الكاظمي في موقف لا يحسد عليه وهذه المسائل او الظروف التي يعيش فيها العراق هي اكبر بكثير من طاقه وقوه السيد الكاظمي وخصوصا لو اعتبرنا ان هذه الحكومه هي حكومه تصريف اعمال وحتى البرلمان بات معطلا والكثير من مؤسسات الدوله باتت معطله اليوم في ظل وجود هذا الهياج الشعبي ولكن العقلاء والحكماء دائما موجودين في كل الاطراف السياسيه، دعوه الحوار الوطني نعم استبقها بها الرئيس فان بارزاني وقال في بيانه بان اربيل عاصمتكم الثانيه ترحب بكم، ليس كل الاطار التنسيقي رحب بهذه الدعوه، الفتح، النصر، العديد من الاطراف في داخل الاطار التنسيقي باستثناء المالكي تقريبا هم اغلبهم رحبوا بهذه المبادره، وانا اتوقع ان تكون هناك تواصلات يعني او اتصالات بين الجانب الكردستاني والجانب الاطاري حيال هذا الموضوع وحتى الاتصالات والتواصلات ما زالت مستمره مع التيار الصدري ولكن الدعوه فقط له هذا الموضوع لا تكفي، اليوم السيد الصدر يرفع سقف مطالباته وشروطه شيئا فشيئا، يجب ان تكون هناك لجنه خاصه تتدارس هذه المطالب، هذه المطالب من الممكن ان يكون بعضها انيا وسريع التحقيق وبعضها متوسطا وبعضها يمتد الى المدى البعيد، الى المدى البعيد مساله تغيير الدستور والنظام السياسي، هذا يجب ان يكون جماهيريا، تغيير الدستور ليس بالشيء الحرام، بالعكس نحتاج الى التغيير بين الفينه والاخرى ولكن دون المساس بالوحده المكوناتيه العراقيه ودون المساس باقليم كردستان ومساله الفدراليه والاتحاديه بين الاطراف السياسيه العراقيه ومساله تكوين الاقاليم هذا على المدى البعيد على المدى المتوسط مساله اعاده الانتخابات من الممكن ان تكون هي احدى الخيارات بتغيير المفوضيه وتغيير اليه وقانون الانتخابات اما على الاساس السريع عوده العمليه السياسيه من جديد وتشكيل حكومه مؤقته حيال هذا الموضوع والخروج من هذا الانسداد السياسي والاعداد للانتخابات هذه المسائل من الممكن ان تكون خطوات عمليه، اذا البيانات والدعوه الى التهدئه لا تكفي ولن تكفي، هناك طرف اممي يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقيه، الولايات المتحده الامريكيه يجب ان تتحمل مسؤوليه اخلاقيه بكل صراحه، هي عرابه العمليه السياسيه العراقيه الجديده وهي التي يجب ان تكون في الدرجه الاولى وفي الباب الاول لحمايه ماء والسماء وارض العراق لانها هي من اتت بالعمليه السياسيه العراقيه الجديده، اذا في كل الاحوال الدعوه الى التهدئه نعم من الممكن يمكن ان تكون مهمة ولكن من سيسمع هذا الموضوع؟ التيار الصدري يقول انا عندي شروط يقولون عندنا شروط، اذا هاي الشروط ما تنفذت احنا ما راح نتفاوض ويا اطراف ويا سبايكرمان ما راح نتفاوض، اذا سبايكرمان هو اصلا اساس المشكلة، هذا من جانب الاطار التنسيقي ايضا تارة يتهم الكرد بالعمالة لاسرائيل وللمملكة العربية السعودية وللامارات ولتركيا وما شابه وايضا للسنة، إذن هناك مشتركات لكن التعقيدات اكثر بكثير. استاذ محمد سبايكرمان كما سميته أنت وسماه الصدر وهنا أسأل أستاذ شاهو أنا أكرر ما سماه نعم 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 تنقل أنا أكرر وتكرر نعم أنا تنقل وتكرر يعني لك ما تريد يعني لماذا يتمسك الإطار التنسيقي بهذه الشخصية الجدلية التي يقول الكثير من العراقيين بأنها سبب المشاكل في الداخل العراقي يعني خاصه بعد التسريبات الاخيره وبعد المواقف التي اتهمت الصدر واتهمت الطرف الحكومي بانهم مقصر يعني سواء هادي العامري او حتى حيدر العبادي او حتى عمار الحكيم هذه الاطراف مختلفه نوعا ما عن دوله القانون وقيس الخزعلي طبعا منذ البداية كان واضحا أن اشتراطات الصدر وموافقة كان هناك موافقة لمشاركة هذه الأطراف في الحكومة ولكن كان هناك خط أحمر أو ملاحظات على نور المالكي الا ان الاطار تمسك بالمالكي يبدو انه هو صاحب الاكثر اصواتا داخل الاطار التنسيقي ولكن هذا لا يبرر ان هذا الشخص يعني من يتابع مسيره هذا الشخص وينظر الى ثمان سنوات من ادارته للعراق ادخل العراق في الكثير من الازمات واخرها كان ظهور تنظيم داعش وتسليم المحافظات الى هذا التنظيم يعني في ظل هذا الرجل كان هناك تراجع في كافه المستويات كان هناك صراع مره كان يهدد الكرد ومره كان يهدد السنه ايضا مع الاطراف الشيعيه يعني احدث مشاكل مع كل المكونات وكل الاطراف داخل العراق وادى بذهاب البلاد الى المجهول وادخاله في في يعني دوام من العنف والصراعات الى الان ندفع يعني ثمن هذه السياسات ولكن للاسف هو ايضا السيد نوري المالكي كان هناك فرصة يعني جميع السياسيين في العالم رجال الدولة يتعلمون من أخطائهم السابقة من خلال النظر ومتابعة التسريبات التي خرجت نتعلم يعني ندرك تماما أن هذا الرجل لم يتعلم من الماضي إلى الآن يفكر بهذه العقلية الأمنية العسكرية إلى الآن يفكر بإقصاء الآخرين إقصاء الفائز في الانتخابات يقول أنا سوف أذهب سوف أهاجم النجف يفكر في إدارة وإنشاء ميليشيات جديدة ما هو المبرر لتمسك الإطار التنسيقي أو هذه الأطراف بهذا الرجل هل هو لاسباب داخليه ام لاسباب خارجيه خارج الحدود هناك يعني فيتو او هناك دعم لهذا الرجل ولا احد يستطيع ان يغيره، يعني لماذا يتم المساس او او التلاعب بمصير العراق لاجل رجل واحد؟ هل ائتلاف دوله القانون او هل حزب الدعوه او هل الاطار التنسيقي ليس فيها بديل لهذا الشخص؟ على الرغم من اخطائه على الرغم من ارتكابات ارتكاب هذه الامور و يعني لو كانوا من البدايه تم التخلي عن هذا الرجل وتم تقديم بديل او التوافق مع السيد مقتدى الصدر لما ذهبنا الى هذا اليوم ولما حصل هذا التاخير ولما يعني منذ الانتخابات المبكره عده اشهر تمضي والمواطن ينتظر وظروف اقتصاديه سيئه وعلى الرغم من ذلك يكون سبب كل هذا التاخير وكل هذه الازمات رجل واحد وتاريخه بهذا الشكل يعني لا المواطن يريده ولا الاطراف السياسيه اصبحت مرتاحه في العمل معه حتى بعد ظهور التسريبات كان يعني هناك الان انطباع سلبي كامل لهذا الرجل، الى الان هذا التمسك بهذا الرجل يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، ويبدو ان هذا الطرف للاسف طرف ضعيف الاطار التنسيقي ولا يمكنهم ان يواجهوا السيد نور المالكي وبالتالي يتمسكون به وايضا هناك ايضا العامل الخارجي الذي يتمسك بهذا الرجل في خدماته التي قدمها لهذا الطرف الخارجي ويعني يتم المساس أو التلاعب بمصير العراق والتضحية به لأجل شخص واحد شكرا جزيلا لكما من اسطنبول مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات الأستاذ شاهو القرداغي وأشكر كذلك من أربيل المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ محمد زنكنا اذا مشاهدينا نتابع هذه العواجل التي ترد من العراق وعلى لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان الكاظمي يدعو المتظاهرين الى اخلاء مؤسسات الدوله والتعاون مع قوات الامن وكذلك يقول مستعدون للمساعده في الوصول الى حل يحفظ السلم الاجتماعي والاستقرار. الكاظمي يقول حان الوقت للبحث في اليات إطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه الأطراف أدعو الجميع للجلوس إلى طاولة حوار وطني للوصول إلى حل للأزمة كذلك ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة وخفض التصعيد وبدأ مبادرة للحل على أسس وطنية إذا مشاهدينا كل هذه المواقف تأتي من الداخل العراقي على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان يتلى هذا البيان قبل نحو عشر دقائق من الآن والحدث تنقل هذا البيان وهذه العواجل بشكل مباشر. سامر الكبيسي مرحبا بك مجددا من داخل قبة البرلمان العراقي. ما جديدك يا سامر؟ نعم حسين مساء الخير ايضا مجددا حسين ربما لا جديد هنا في مبنى البرلمان سوى الاعداد التي تتزايد بشكل يعني لا نستطيع ان نقول غريب لان هذا هو الاغلب هو جمهور التيار الصدري وهو جمهور على كلمه واحده عندما يقول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نسمعها سامر التظاهرات يخرجون وكذلك عندما أسمعه وبعدها نعود اليه كما حدث في تظاهرات اليوم في المحافظات نعم نعم, نعم. 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 طيب. اذا كنا نريد ان نستمع الى صوت المتظاهرين في داخل قبه البرلمان وبالفعل هم الصوت واضح سامر لك مره اخرى نعم حسين دائما الجديد عند كل رأس ساعة هو الاعداد التي تأتي الي هذا المكان تحديدا مبنى البرلمان العراقي حسين نحن نتحدث ربما عن اكثر من خمسة الآف شخص في هذا المكان الصغير نسبيا إذا قارناه قرن... قر... عفوا بالأعداد الكبيرة الموجودة هنا نحن نتحدث عن باحة مجلس النواب نتحدث عن الحدائق القريبة نتحدث حتى عن الخيم التي نصبها المعتصمون خارج مبنى البرلمان تحديدا بالقرب من شارع الزيتون أو نفق الزيتون وهو الشارع المؤدي من جسر الجمهورية إلى ساحة النسور يضاف إلى كل ذلك حسين أن الباحة الخارجية في البوابة الشمالية والبوابة الجنوبية لمبنى البرلمان كانت قد تحولت إلى مطاعم في الهواء الطلق تقدم الوجبات طبعا للموجودين هناك من المتظاهرين والمعتصمين بمختلف الاصناف حسين وكان يعني فتني ان اذكر كان لنا حصه في هذه الاطعمه التي يقدموها الى المتظاهرين، كنا انا والزميل منتظر قد اكلنا الاكله التي يشتهر بها الفرات الاوسط وهي التمر والقيمه، اضف الى كل ذلك ما زالت الاعداد صح وهنا سامر شيء وكذلك مواكب الدعم اللوجستي و... تزداد خاصه صح. مع تزايد اعداد المتظاهرين. الم تتذكرنا يا سامر؟ على قلبك حسين يا مرحبا حسين لو تاتي الى هنا كموفد ستاكل ما لذ وطاب من الاكلات البغداديه والاكلات الجنوبيه طيب ان شاء الله سامر يعني المشهد العراقي ينقل من قبلكم بشكل متتالي وكل المعلومات تصلنا بشكل سريع اريد كذلك ان اسال يا سامر فيما اذا يعني في داخل البرلمان وصلتكم المبادره التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هناك تعليق استشفيتم احد الموجودين رايه من اجل يعني ما الذي سيجري او الخطوات التي ينوي المتظاهرون القيام بها في الايام القليله المقبله. نعم حسين علي ما يبدو ان رئيس الوزراء فعلا استشعر ما يحدث بين الكتل السياسيه من احتقان سياسي وصل الى مستوى الشارع خرج عن لغه البيانات وحتى لغه المخاطبات السياسيه الي لغه الشارع واستخدام الشارع لتحقيق المطالب التي يريدها طبعا كل جناح او كل كتله سياسيه، على ما يبدو هذه المبادره حسين ستصل الى زعيم التيار الصدري، ربما الساعات القادمه ستصدر بعض التغريدات او البيانات لقبول هذه المبادره من عدمها، لكن على ما يبدو ان رئيس الوزراء اتى بمبادره، ربما هي مبادره جديده او هو حل وسط بين الاطار والتيار كما يعلم الجميع ان رئيس الوزراء يحاول التقريب بين وجهات النظر منذ طبعا تسلمه رئاسه الوزراء وكان قريب من الجميع حتى قريب من الاطار التنسيقي للوصول الى صيغه حل تخرج البلاد مما هي فيه، لكن على ما يبدو ايضا الطرف الاخر وهو التيار الصدري لن يقبل الا بتحقيق المطالب خاصه مع هذه الاعداد الموجوده هنا وعلى ما يبدو ان كان هناك حوار سيكون للتيار الصدري وزعيم التيار الصدري ربما الكلمه العليا فيه بتحقيق مطالبه ومن ثم الجلوس طبعا الى طاوله حوار ابرزها طبعا اليوم ربما حسين آآ آآ يعني بين السطور آآ وبشكل مباشر ايضا اكد على محاوله من زعيم التيار الصدري لاخراج جزء من الاطار التنسيقي للذهاب طبعا مع التيار الصدري ربما في تشكيل حكومه اغلبيه ان كان هناك طبعا انتخابات مبكره اخرى وحل البرلمان. <applause> أشكرك على كل هذه التفاصيل الزميل سامر الكبيسي من داخل البرلمان العراقي شكرا جزيلا لك الأخبار الليلة مستمرة وفيها بعد قليل عقوبة أمريكية تستهدف نفط إيران وبلينكين يقول أن طهران لا ترغب باتفاق سلسلة هجمات صاروخية قامت بها إيران مستهدفة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ماذا يعني انسحاب الصدر من الحياة السياسية؟ اليوم التيار الصدري أثبت بأنه صاحب مشروع وليس طالب للسلطة هل انسحاب كتلة الصدرية انسحاب نهائي أم انسحاب تكتيكي؟ هل رجل مثل الصدر إذا تلقى تهديد من طهران ممكن ينسحب بهذه الطريقة؟ المد الصدري منذ ذاك الوقت معروف أنه لا يستكين لا للسلطات ولا للأطراف الخارجية ومنها إيران هل حسم الديمقراطي الكردستاني قراره فيما يتعلق بالتحالفات في البرلمان؟ المشكلة ليست فقط في البيت الشيعي المشكلة هي مركبة أيضا في داخل البيت الكردي تصعيد من قبل مسعود برزاني على أن الإقليم بني بالدم وسيحميه بالدم هذا التصريح رفع سقف التخوفات كثيرا إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التصريح عند هذا الحد من التخوف نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا. يتساقط علينا وما عرفنا حنا الا احنا رايحين على المستشفى فزع على الارض، رعب من السماء، طفوله يسرقها الجوع، امان قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز واطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول بعد تضاؤل امل الغرب الى حد كبير في امكانيه انقاذ الاتفاق النووي الايراني وذلك بعد اعلان طهران ان لديها القدره التقنيه على انتاج قنبله ذريه تنتعش بورصه اعاده احياء الاتفاق من جديد باختصار هذا ما اعلن عنه المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه ناصر كنعاني حين ابدا ترحيب طهران باي مبادره او وساطه تبع في الشان الايراني كان لم يخفي تفاؤل ايران وكذلك لم يخفي رغبتها في السعي للتوصل الى اتفاق وصفه بالشامل والدائم وكذلك القوي كنعاني اكد ان جوله من المفاوضات الجديده تعتمد على قرار الولايات المتحده وان الايام المقبله ستشهد تحديد موعد لاستئناف المفاوضات المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه ناصر كنعاني اشار كذلك الى امور كثيره الى تبادل رسائل جديده بخصوص المفاوضات في الايام الماضيه في الاثناء اعلن كبير مفوضي ايران في المفاوضات النوويه في فيينا علي باقري كني ان بلاده استجابت للمقترح الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي اما عن الاتفاق الاوروبي هذا فهو تقديم وزير خارجيه الاتحاد الاوروبي جوسي بوريل طرح مسوده تسويه بشان البرنامج النووي بوريل دعا في مبادرته الاطراف المشاركه في محادثات فيينا الى قبولها لتجنب ازمه خطيره ويتناول مقترح بوريل رفع عقوبات مفروضه على ايران والتدابير النوويه اللازمه لاحياء خطط العمل الشامله المشتركه كما اكد ان الحل المقترح يتناول كل العناصر الاساسيه وكذلك يتضمن تسويات تحصلت عليها جميع الاطراف بصعوبه فرضت الولايات المتحدة عقوبة جديدة على قطاع النفط الإيراني بهدف خفض عائدات طهران من النفط والمواد البترولية شملت ست شركات وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركات إيرانية وسيطة تنشط في مجال المحروقات استخدمت هذه الشركات لبيع منتجات إيرانية بملايين الدولارات إلى دول شرق آسيا ويجمد هذا الإجراء أي أصول مقر هذه الأصول في الولايات المتحدة إن كانت موجودة كما يمنع بشكل عام الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معها قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إن إيران تواصل نهج التصعيد النووي كما ترفض فرصة العودة للاتفاق النووي <applause> إيران تواصل انتهاج سياسة التصعيد النووي نفسها. وضعت خطة عمل واضحة من أجل العودة للاتفاق النووي مع إيران، لكن منذ شهر مارس إيران غير مهتمة أو غير قادرة على قبول الصفقة. بالعودة للاتفاق النووي أشدد على أن الصفقة مربحة للولايات المتحدة ولإيران وللعالم. من واشنطن ينضم الينا مايكل بريجنت كبير المحللين في معهد هاتسون مرحبا بك سيد مايكل ما الذي بيد الولايات المتحده ان تفعله في مساله توقيع الاتفاق النووي بشروط وفق مزاج واشنطن وليس طهران. Well, شكرا لكم على الاستضافه. اعتقد ان الولايات المتحده ما تستطيع ان تقوم به هو الحفاظ ربما على العقوبات ولكننا لا نعلم ما هي التفاصيل في الوقت الراهن. والكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي أيضا لهما رأيهما فيما يتم التفاوض بشأنه مع إيران ولكن المشكلة هي أن الأجال المتضمنة في الاتفاق النووي هي على وشك أن تنتهي وحتى هذا اليوم فإن كل ما جرى ساهم في تعزيز موقف إيران وإذا ما عادت إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فإن هذا لا يمنع أن تمضي قدما في ما دأبت عليه فيما يتعلق بسلوكها في الملف النووي طهران تعلن أن لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة نووية، ما تأثير هذه التصريحات على دفع الولايات المتحدة من أجل توقيع هذا الاتفاق؟ You know, Iran continues to ask for guarantees الواقع أن إيران تواصل طلب الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بشأن مستقبل أي اتفاق يتم التوصل إليه. Just وهي تمضي قدما في القيام بما قامت به في السابق ولا ادله قاطعه بان سلوك ايران سوف يتغير بمجرد التوصل الى اتفاق نووي جديد طبعا ان نسمع بان الولايات المتحده تفرض عقوبات جديده علي كيانات او شركات ايرانيه هو شيء ايجابي ولكن ما تاثير ذلك علي السلوك الايراني طبعا ايران على درايه بان الولايات المتحده لن تستطيع تنفيذ العقوبات التي تفرضها على ايران او على المؤسسات الايرانيه طيب ايضا اريد ان اسال سيد مايكل الطرف الاوروبي الى اي حد يمكنه ان يلعب دورا وسيطا في ظل حاجه العواصم الاوروبيه الى مساله الطاقه وبالتالي الاستفاده من توقيع هذا الاتفاق واستثمار في طاقه ايران طبعا هذه هي الأداء التي تتوفر لإيران حيث تستطيع من خلالها التأثير على الأوروبيين حتى يمضوا قدما في تلبية شروط إيران وتعلم ان روسيا في الوقت الراهن تتبنى موقفا سلبيا تجاه حاجه الاوروبيين الي امدادات الطاقه لا سيما الغاز الروسي. ongoing uh, nuclear talks. وإيران تريد أن تستغل ذلك من أجل الحصول على قدم إيجابي لها في المفاوضات النووية طيب أريد كذلك أن أسأل عن ما أتى عليه علي باقري كني بأن بلاده استجابت للمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي نستطيع أن نتعرف على شكل ما قدمته العواصم الأوروبية جوزيب بوريل للجانب الإيراني سيد مايكل البلدان الاوروبيه، وهنا تكمن المشكله في في واقع الحال. فالبلدان الاوروبيه بعضها طبعا لا يزال طرفا في الاتفاق النووي او خطه العمل الشامله المشتركه. ويبدو ان البلدان الاوروبيه تريد من ايران ان تحصل علي رفع للعقوبات حتي تستطيع الشركات الاوروبية العوده الي ايران والعمل هناك وهذا طبعا موقف تستغله ايران وتعلم ان روسيا والصين بلدان يقفان الى جانب ايران بشكل كامل وهناك طبعا مطالب تتزايد من جانب ايران حتى تعود الى الاتفاق النووي. طيب اقل من دقيقه سيد مايكل وزير الخارجيه الامريكي يقول بان ايران تواصل نهج التصعيد اذا كانت طهران تواصل نهج التصعيد ما قيمه هذه المفاوضات التي ستعقد خلال الايام المقبله برعايه اوروبيه لطيف انا لا اسمع الترجمه <ترجمة> طيب اشكرك من واشنطن وتقبل شكرنا على كل هذا الوقت الذي منحتنا اياه السيد مايكل بريجين كبير المحللين في معهد هيدسون شكرا جزيلا الهدنة والأممية في اليمن بانتظار إعلان التمديد وسط ضغوط أممية ودولية على الأطراف في وقت ما زالت ميليشيات الحوثي ترفض فتح طرق تعز وقد توالت التطورات مع وصول وفد عماني إلى صنعاء واتصالات أمريكية يمنية عليا وتحركات أممية لدعم تمديد الهدنة لفترة ستة أشهر كما تسعى إليه الأمم المتحدة بدعم دولي يبدو ان تمديد الهدنه الامميه في اليمن هو الارجح بفعل الضغوط الامميه والدوليه على اطراف النزاع اتصالات أمريكية على مستوى رفيع قادها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي ومع وزير خارجية عمان فضلا عن التحركات المكثفة للمبعوثين الأممي والأمريكي في المنطقة بالتزامن مع وصول وفد عماني إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع قيادة ميليشيات الحوثي للقبول بتمديد الهدنة دون شروط وفي عدن أبدى مجلس القيادة الرئاسي حرصه على التمديد شريطة تنفيذ الحوثي كافه الالتزامات وفي مقدمتها فتح طرق تعز ووفق مصادر دبلوماسيه فان تمديد الهدنه اصبح حتميا بفعل الضغوط ولمده سته اشهر قادمه تبدا من الثاني من اغسطس الجاري. المبعوث الاممي قدم لطرفي النزاع مقترحا بالتمديد يشمل توسيع بنود الهدنه مع اعطاء الاولويه لفتح الطرق في تعز وتوحيد الاقتصاد. لكن ميليشيات الحوث تشترط وفق مصادر مطلعه توسيع الرحلات الى دول اخرى اضافه الى عمان والقاهره كما تشترط الميليشيات الفتح الكامل لميناء الحديده ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط والغاز المنتج في مناطق شرعيه اما الجانب الحكومي فيطالب بوجود ضمانات امميه تلزم الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنه كافه وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز وفتح الطرق بين المحافظات كما يطالب بتوريد عائدات الرسوم الجمركية لميناء أي الحديدة والصليف إلى الخزانة العامة للدولة مقابل دفع رواتب الموظفين وأيضا العمل على غلق ملف الأسرى والمخطوفين بالإفراج عن الكل مقابل الكل وإيجاد آلية فعالة للمراقبة وخفض التصعيد ووقف الخروق الحوثية وصلنا مشاهدينا الى نهايه الساعه الثانيه من الاخبار الليله ناقشنا فيها ملفات عده انتهينا بالملف الإيراني الأمريكي الملف، ملف الاتفاق النووي، خاصة مع حديث وزير الخارجية الأمريكي بأن إيران تواصل نهج التصعيد، بينما الإدارة الأمريكية وضعت خطة للعودة إلى هذا الاتفاق النووي، وكان الملف العراقي حاضراً في هاتين الساعتين، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير وعافية إلى اللقاء. لا تعيين لا وظائف لا بصحة، لا كل شيء ماكو من من 2003 من شكلت الحكومة لحد الآن ماكو وأنا مشارك في كل المظاهرات مطالبنا هاي الوجوه الفاسدة كلها نبدلها الوجوه كلها الفزا... ما أريدها ما أريدها عمي خلصونا الله يخلصكم تغيير الفاسدين تغيير النظام بأكمله لأنه 19 سنة ما استفاد أنا من عنده احنا نريد نغيرهم هذول كلهم نغيرهم أو محاسبه المرشدين يطلعون عالمي عالمي يطلعون قدام الشعب قدام الشعب السياسيين ما يمثلون الشعب حاليا ما يمثلون الشعب شرعيتهم انتهت حتى شرعية للشعب كلها ما اريدها شلع قلع ما اريد شلع قلع